Okay, this is for Arab Spring. Again, within this new program, a window on the Muslim world. وأنا أقول على أساس نافذ على العالم الإسلامي وليس على العالم العربي لأنه لابد إنه ندرج في هذه السبرينج اللي ما يتعلق بالعالم الإسلامي اللي هو طبعا أهم شيء تركيا وإيران وإلى آخره. والحقيقة الجماعة المتعصبين من العرب القوميين والقوميين السوريين ومش عارف إيش والبعثيين هذولا كان بدهم عروبي، صحيح بدهم عروبي وأنا كمان عربي وبدي عروبي أنا كمان، لكن الفرق بين عروبتي وعروبتهم فرق هام جدا. أنا عروبتي هي عروبة محمد صلى الله عليه وسلم وعروبتهم عروبة أبو جهل وأبو لهب بس، يعني بهمهم التعصب العصبية ومش عارف إيش. الرسول عليه السلام قال عن الجاهلية، قال دعوها فإنها منتنة، والعروبة بدون إسلام عبارة عن زي ما قلت أنا فطيسي، يعني ما إلها روح، ما إلها روح ولا إلها حاجة على الإطلاق. ولذلك الإسلام مهم جدا، هذا أنا تقريبا اكتشفته وجدته أنه كيف أهميته في هاي البلاد في أمريكا. فالحقيقة الكراهية اللي بتيجي الآن ضد القضية الفلسطينية والعربية الآخري كمان بتيجي عن طريق إيش؟ كرههم للإسلام. لا يعني كرههم للإسلام يعني أنه الشعب الأمريكي بكره الإسلام، أبدا، شعب كويس جدا. يعني أنا بصراحة لو بدي أنا أقول عن الشعوب اللي أنا زرتها ومريت عليها في حياتي كلها، أنا بوجد أفضل من أفضل الشعوب في العالم هو الشعب الأمريكي، لأنه مخلطين من كل جهة، جاءوا على سفن ما يكونوا مختلفة مشان يعملوا حياة كويسة هنا في أمريكا، جماعة كويسين. طبعا في مجموعة ضئيلة جدا من هذول اليمينيين المتطرفين، ومين اللي بيغذيهم؟ اليهود، اليهود الصهايني. احنا مصيبتنا للمصائب في أمريكا هي الصهيونية، رغم انه احنا ما بنحاول نركز عليها. بنقول لك المسيحية الصهيونية، بيحاولوا هم يخوفونا، قال لك المسيحية الصهيونية عبارة عن 70 مليون، شو بنقدر عليهم؟ لأنه هم مأثرين، هم اليهود الصهاينة هم اللي مأثرين عليهم إعلاميا، لأنهم هم يسيطروا على الإعلام. فهاي بحث آخر. فاللي بدي أقوله أنا عن بمناسبة الثورة الفرنسية المصرية، طبعا أنا ما بدي أدعي أنه أنا أكيد ساهمت فيها بطريقتي الخاصة. كل واحد لا شك أنه بقول لك أنه ساهم، أنا الحمد لله ساهمت. أول شيء عن طريق البيت الأبيض، أورجي لك أقرأ لكم هذه الرسالة اللي بعتها لأوباما. إياها تاريخها 30 ماي، اللي هو شهر 5 2009، يعني من أكثر من سنتين ونص، تقريبا 3 سنوات راح تكون. أنا بقول له في الصفحة الأولى، هذا كون ما راح على القاهرة مشان يخاطب العالم الإسلامي من جامعة القاهرة، بقول له حماس and the Muslim Brotherhood are like other Islamic movements in the Arab world. If these movements are allowed to participate in free democratic election, most likely they will win majority control. Members of most of the Islamic movements are among the most educated, hardworking, family-oriented, and trustworthy people in the Arab society. They are not hostile to the United States. بكل أشكر خبر إنه هؤلاء إذا سمحوا انتخابات حرة، هذا الكلام من 3 سنوات، الجماعة الأحزاب الإسلامية والمنظمات الإسلامية حتكتسع الانتخابات كلها. وهذا ما حصل في المغرب، وهذا ما حصل في ليبيا زي ما بتعرفوا، تونس، مصر إلى آخره. وحتى أنا بقول له هذا عن مبارك، بقول له إنه إذا كان يعني لا تقدم حالك كثير على مبارك، ممكن تدخل في موقع بالإنترنت drsaeed.net وتطلع على هاي الرسالة باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله بحاول أترجمها بالعربي وأحطها هناك. أنا من جملة ما بقول له إنه هذا مبارك كل هدفه ما هو بيحب أمريكا ولا إسرائيل، هدفه بس يحط إيش اسمه ترانسفير، يعني يعطي ابنه اللي هو حيكون الرئيس بعده إلى آخره. ولذلك أنا سررت جدا أنه عندما ذهب أوباما إلى مصر
اجتمع فيه لمدة 20 دقيقة أو أقل مع مبارك وما مدحه ولا حاجة من النوع. في جامعة القاهرة ما جاب سيرته، يعني أنا 100% قرأوا رسالتي هؤلاء الصهاينة اللي حوالي البريسيدنت. طبعا أعطوه إياها على أساس أنه ريسيرش يعني أبحاث ولا ثينك تانك بسموها إلى آخره. وأنا من الجماعة اللي وضعت my soul, my heart, my pocketbook، يعني وضعت روحي وجيبي وقلبي مشان حملة أوباما. وهذا بتوجدوه في موقع في الإنترنت، أنا عملته كامبين ورحت على تكساس وساعدته مشان إيجاد أو صوتوا له اللاتيني اللي هم الإسبان المصري اللاتيني، وبعدين في الولايات المتنازع عليها. على كل حال هذا موضوع أتكلم عليه عن أوباما في المستقبل. وبعدين كمان الربيع العربي هاي اطلعوا عليها، هاي 1997 عندما دخلت في عمان عن الدائرة الثالثة. العادي أنا في الدائرة الثالثة من 13-14 سنة بقولهم إنه يجب أن يكون هناك ملكية دستورية برلمانية في الأردن. ورئيس الوزراء لا يعين من قبل الملك، الملك ما له دخل بالمرة، رمز للوحدة الوطنية. وبعدين إنه حتى المخابرات يعني تكون ما لا تكون من ضمن وزارة الداخلية، تكون عبارة عن برلمان، عن لجنة من البرلمان الأردني المنتخب حرا هو يشرف عليها، زي حالة في أمريكا زي ما بيعملوا على CIA. وبعدين إلي موضوع على الأردن بدي أركز عليه بالضبط، لأنه أنا في نظري السلطة المطلقة الأردنية الملكية الأردنية هي رمز ومعقل للصهيونية. أبدا أبدا، يعني هذا شيء ممكن أني أختلف أو أتراجع عنه، لأنه ما هي قضية والله الملك كذا مش النوع مشان يلقي اللوم دائما على الآخرين وعلى الوزير الفلاني ومحكمة الفساد. لا، يجب أن يكون هناك برلمانية دستورية، انتخابات حرة، لأنه الانتخابات في الأردن اللي أنا دخلتها مرتين 1993 و 1997. 1993 مين اللي دخلني؟ رئيس المخابرات أبو ماهر. وين أبو ماهر؟ والله بدي أشكره، لأنه كان المسؤول المحافظ ما بده يخليني، حتى جاء خبر من عنده قال له خلي الدكتور يدخل ودخلوني. بعدين ايش؟ ثاني يوم بعد ما كان ابو ماهر بده يساعدني مشان انجح، جاي بيقول لي الدكتور مش حتنجح انت. اجته رساله ورايح ان شاء الله المستقبل اقدر اعرفها، هل جاءت من القصر ولا جاءت من وزاره الداخليه؟ اعتقد انه من القصر، وقفوه عند حده، هذا ما بنجح. هذا اللي حصل. بعدين 1997 عندما نزلت عن دائرة في عمان، كانت هناك صراع ما بين وزير العدل ووزير الداخلية. قال وزير العدل بقول لك بقول أعتقد إنه لا ما بقدر يدخل، هذا أمريكي، هذا أمريكي ما بنسمح له. وزير الداخلية اللي هو المحامي بتاعه اتصل فيه وشبه النوع وعرف، قال له لا، قال له إمتى بيكون هو مع أمريكا ويعتبر أمريكي؟ عندما بيكون مثلاً ماشي ما عنده سيارة وعليه علم أمريكي برفرف، يعني إنه أنا محمي من قدر أمريكا، محمي إلى آخره. هذا يعني حاول أقنعه وسمحوا لي كمان أدخل مرة ثانية عن الدائرة الثالثة. والحقيقة أنا دائماً أنا ذكرت حتى في البيان الانتخابي موجود هو في داخل شو اسمه في موقع بالإنترنت طلعوا عليه. أنا دائماً ما وجدت هناك يعني صراع بين كوني فلسطيني وعربي وأردني وأمريكي أبدا. ليش؟ لأنه أنا في نظري عبارة عن دوائر، واحد أكبر من الثاني، واحد أكبر من الثاني. أنا ممكن أكون مواطن أمريكي و يعني أمشي مع على الدستور الأمريكي وإلى آخره وشيء، وأكون نفس الشيء فلسطيني وعربي ومسلم وأردني إلى آخره، لأنه أصلا الأصل هي العدل، العدل والحرية ومصلحة أمريكا. بس دائما نقول عن مصلحة أمريكا والله مصلحة أمريكا إنه مثلا تساعد إسرائيل، هذا كذب. مصلحة أمريكا ما تساعد إسرائيل، لأنه إسرائيل دولة صغيرة، شو بدها تعمل من أمريكا؟ شو وين بدها أمريكا تستفيد اقتصاديا مش ما نوع من إسرائيل؟ 5 ملايين نسمة وإلى آخره، هذا بالمقارنة مع العالم العربي والعالم الإسلامي. هذا كلام صحيح، هذا هو صو يعني وقعوا في داخل أمريكا في العقول هنا
كثير من الناس من الأحزاب هذول الاستبلشت يعني هذا قال لك إنه من مصلحة لأنه إسرائيل هي هي الراعي إلى المصالح الأمريكية. المصالح الأمريكية هي المصلحة مع الشعوب وليس مع الحكومات الدكتاتورية. وأنا في هذا الخصص أحب أن أذكر خاصة موجهة إلى السعوديين، أكثر ناس إذا بدنا نعرف هلا مكروهين في كل من العالم الإسلامي كله من قبل أمريكيين هنا، هذا وجدته على مستوى الحزب الديمقراطي وكذا، وهذا هو الحكومة السعودية اللي بعطوهم النفط وكذا. ليش؟ لأنه بدهم يثيروا المشاكل مع إيران وغير إيران وشيء من النوع، مشان يظل يبيعوهم أسلحة كبيرة جدا. المرة بدهم يبيعوهم 35 مليار دولار من الأسلحة، بتصير خردة بعد 5-6 سنوات زي ما صارت الأسلحة من قبل. وبعدين ما بدافعوا عنهم. هذا السعوديين بركزوا انه يجيبوا قال سفير كويس ويجتمع معاهم ايام ما كان زي ما كان بندر بن سلطان والى اخره، بس ما بركزوا انه يا جماعه مش مزبوط. ما تعتقدوا انه امريكا هي يعني صديقتكم، خلاص صديقكم مش مزبوط، كل ما في الامر صديقتكم لانه يعيش تعطيكم اسلحه الى اخره. ولذلك انا مثلا الان السعوديه كونها بتايد الثوره في سوريا هذا شيء ممتاز جدا، يعني هذا بيغسل بعض الذنوب الموجودة من السعوديين بمساعدتهم أمريكا في احتلال العراق وإلى آخره. طبعا هذا لا يغفر لهم، ولكن على الأقل الآن أنه بدافع عن السعودية بشكل يعني بدافع عن الشعب السوري، هذا شيء ممتاز جدا. وبصراحة أنا هتكلم شوي عن إيران فيما بعد، وقضية الفرس في ناس بيقول لك هذول فرس، هذا كلام صحيح، لكن لازم نعرف انه الفرس هم اللي اصله فارسي بيرجن من ايران كلها عباره عن 55% بس، او في عرب وفي من ازبكستان ومن كازاخستان والى اخره، كلها ازار وشيء، كلهم جنسيات اخرى واكراد والى اخره، واللي بجمعهم طبعا هم الشيعة. وانا بس اتكلم عن الشيعة مش معناه انه بدك تهاجم الشيعة الاشياء اللي بيعملوها. أنا شخصيا رغم أني أنا شافعي وبحياتي ما قريت على المذهب الشافعي ولا شيء، ولديت وبقول لك أنت من الشافعي الشافعي ظلت ماشي علي. بعدين بس صليت أنا وراء المرحوم محمد بهشتي، كان هو إمام مسجد هامبورغ في ألمانيا، بس صليت معه وإشي وتحدثت معه أيامها، وبصراحة صرت أتبع المذهب الجعفري فيما يتعلق بالصلاة. في ناس بيقول لك لا ما بصير يا أخي لازم تتبع المذهب كامله، يا أخي شو أنت مين تحكي لي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه تركت فيكم شيئا ما إن تمسكتم لن تضلوا، كتاب الله وسنة الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجي له طريقتين أو ثلاث طرق لها إلا اتخذ أسهلها. أنا بالنسبة لي من ناحية الصلاة هنا في أمريكا وكذا، بما إني يعني بجمع وبقصر كثير، يعني صحيح انه مثلا يقول لك لا ما بصير الا لازم تعمل كذا، يا اخي في اشياء في اسلام، في اشياء وسطي واشياء سهل، وما دام في ثوابت بينه وبين الشيعة انا بايد اي الثوابت. لكن طبعا التعصب الشيعي على اساس انه يعني سبوا على الخلفاء الراشدين وعلى سيدتنا شو اسمها عائشة من المؤمنين، هذا كلام لا يمكن أقبله أنا كمسلم على الإطلاق بالمرة. وهذا بيتم عن طريق إيش؟ التفاهم، ما بيتم على طريق إنه والله يعني اقضحوا في إيران ووقفوا عند إيران زي ما عملت السعودية. بالبداية كانت تأيد الشاه، والشاه كان شيعي زيه كانت تأيده. ليش؟ لأنه كان صنيعة أمريكا وإلى آخره. بس أجي الخميني بدأوا ضده هذا، وساعدوا الدول الخليج، ساعدت صدام حسين بضرب إيران وإلى آخره، هذا معروف جدا يعني، لأني أنا رحت على إيران عدة مرات بشان إطلاق سراح المحتجزين هذول بالسفارة الأمريكية، ومرة بشان أوقف الحرب مع بين إيران وبين بين العراق، لما اجتمعت مع هاشم رفسنجاني اللي هو كان رئيس البرلمان وإلى آخره، سبيكر يعني البرلمان. فالشيء اللي بقوله أنا، الشيء اللي أنا بحزن عليه عن ما بتكون في إيران في الوقت الحاضر، هي تأييدها إلى هذا النظام الفاسد، هذا النظام السيء، هذا النظام اللي يقوم على البطش والهمجية والزندقة.
خلينا اقولها ما حد راضي يحكي. صحيح انه مش كل العلويين هذا مؤكد، لكن الجماعه اللي بيحرص النظام فعلا من الشبيحه كلهم من الطائفه العلويه. وكان انا من البدايه قلت لهم ابعثوا انذار الى الطائفه العلويه انه اذا بضلكم هيك فعلا حتكون حرب، يعني تاخذوا جزاءكم. ايش اللي بقوله انا الان في الوقت الحاضر؟ انا ما بتوقع يكون الحرب الاهليه والطائفه زي ما بيعملوها بكبروها، ما بتكون. وحتى لو كانت حيخسروا هذول الاقليه، هم اللي حيخسروا، لانه وانا من المؤيدين انه تدخل متطوعين من اللي بيأيدوا الثوره السوريه عن طريق تركيا وعن طريق الاردن وعن طريق العراق والى اخره. وكنت حنتكلم شويه عن العراق وهذا الدكتاتور الجديد اللي هو نور المالكي، وحتكلم معاه الان.